الرحمن الرحيم. الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ربي سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وربي سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ألم تر أن الله سخر، ما معنى سخر؟ هيا، ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله عز وجل يقول: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. خلق سبع سماوات طباقا. الله عز وجل يقول: وبنينا فوقكم سبعا شدادا رفع السماوات بغير عمد ترونها لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون